يا جماعة الخير، صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جولتنا اليوم شارع المتنبي، شارع الثقافي المهم في بغداد ومن أحلى الشوارع بالزمن القديم حتى بهذا الزمن. فنأخذ جولة بهذا الشارع ونشوف شنو. شارع المتنبي يقع من ضمن شارع الرشيد في وسط العاصمة بغداد. تعالوا نأخذ جولة نشوفه بالنهار، وإن شاء الله نشوفه بالليل. طبعا بالليل يكون الجو أحلى هنا. طبعا هذا الشارع من أقدم الشوارع الموجودة، كان يلتقون به الشعراء والأدباء. طبعا هاي أتكلم لكم خمسينيات القرن الماضي، وبعدها صار مثل ما تشوفون عبارة عن شارع يحتوي على مكتبات، مطبعات، كتب سواء دراسية أو أدبية أو سياسية. طبعا والفضل يعود لأمانة بغداد اللي مؤخرا أعادت ترميم هذا الشارع وبدأ يبين بهالشكل الجيد، لأنه قبل ما كان بهالصورة اللي نشوفها اليوم. طبعا هذا الشارع بقى مثل ما هو، يعني طراز مالته بقى على الزمن القديم اللي من اسسه الشارع وسووه. طبعا بمطعم، هذا ما صورت لكم اياه المره اللي فاتت، بس لذيذ جدا. هذا قبل سنين كنت تاكل عنده. مثل ما تشوفون شارع كله ثقافي بمعنى الكلمة. طبعا تصير بي بعض المهرجانات يعني بعض الأوقات. بالليل صراحة يعني أنا ما سبق شفته بالعين المباشرة، بس شفته بالفيديوهات، جميل جدا. فاليوم قررت أبقى قريبة من المنطقة وإن شاء الله أصور لكم إياه بالليل. الإضاءة اللي موجودة بي وهذه تعطي طابع آخر. احنا ببغداد هذا شارع المكتبات، اذا تذكرون فيديوهات اسطنبول كان الشارع مال القرطاسية والمكتبات بامين ونو. فانتوا بعد يمكم الفرق بين هذا الشارع وذاك الشارع. طبعا صراحة هو لا مجال للمقارنة بين اسطنبول وبغداد للأسف، طبعا اقول هالكلام بس اتكلم الواقع. بس بالنسبة لي هذا الشارع لا يعني جميل جدا، وإن شاء الله بغداد يجي يوم وترجع وتصير أحسن مكانات بزود أهلها، لأنه للأسف مهما مرت حروب على هالبلد ومشاكل وكوارث دائما يرجع أحسن من مكان، وهذا الشيء مذكور بكل كتب التاريخ. طبعا هذا الفيديو اهديه لكل المغتربين واللي مشتاقين يشوفون بغداد وشوارع بغداد، اهل بغداد، وبالذات المغتربين اللي بدول بعيده اللي صعب عليهم انه يجون لبغداد بسبب التزاماتهم واعمالهم، يبقون سنين بالخارج، فدائما يبقى الحنين لهالمدينة هاي. هاي جماعة هواة العملات القديمة اللي أنا واحد منهم، بس طبعا هاي مثلا 100 دينار هاي مو أصلية مال الملك فيصل الأول،
لأنه هاي الأصلية سعرها قبل 3 سنوات أتذكر 4 كان سعرها 35,000 دولار. هاي مال ملك غازي، هذني مطبوعات بس هذني دنانير جمهورية لا أصلية. أما هذه المقهى لها قصة ثانية ما راح أسردها هسه، فراح أخليها إن شاء الله بنهاية الفيديو. هذا هنا سوق السراي أيضا شارع المتنبي اللي أغلبه قرطاسية، وأتذكر أنا حتى يعني من كنت صغير، صح كنا خارج العراق بس كنت أسمع أنه القرطاسية وهاي كلها تنباع هنا بهذا السوق اللي هو هذا، والعلامة الدالة بهذا السوق هذا المكان. هذا غير شاي، هذا اللي هو كبة السراي اللي صورتها بالحلقة اللي فاتت. هذا المركز الثقافي البغدادي، هذا قبل كان مدرسة عسكرية إعدادية عسكرية. يا سنة 1893 كان مدرسة عسكرية بالعهد العثماني. وهذا تمثال أبو الطيب المتنبي، وسببه تسمى هذا الشارع على اسمه لأنه كان يلتقي هنا. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا. وهاي هنا نهر دجلة، ظاهر أكو احتفالية أو لا مو احتفالية. هاي موجودين هذا اليخت وشعلين هالأغاني، ظاهر الرحلات بنهر دجلة من هنا. هذا هو نهر دجلة، هذا جسر الشهداء، الشهداء ولا الأحرار والله نسيت. شو منظر حلو هناك، خلي أقرب لكم. هذا أحد شوارع بغداد، هسه تعالوا أخذكم المكان من ضمن هذا الشارع، مكان جميل جدا وقعدت فيه مئات المرات، بس صار لي 3 سنين تقريبا ما قاعد فيه.
وهسه تعالوا ندخل هذا المقهى التاريخي اللي بيوم من الايام مع الاسف تعرض لتفجير واعداد كثيره استشهدوا به. طبعا هذا المقهى اسمه مقهى الشابندر، بس سموه ايضا مقهى الشهداء بسبب الحادث اللي صار بهذا المكان، ناس كثيره ماتوا. شنو جماعتي قاعدين؟ مقهى تاريخي، القعده جميله جدا، شيء حلو. راح اطلع لكم قسم من الصور طبعا. شوفوا من الزمن الملكي صور الملوك وصور موجودة صور انه الوصي عبد الاله خال الملك ايضا كان احد رواد هذا المقهى. يجتمعون به ادباء وشعراء، وكانوا بدر شاكر السياب وابو الطيب المتذبي وغيره وغيره. هذا هو شكله. سنروح على هناك بالقسم الثاني، اراويكم الشاي، منظر جميل جدا. قوار الشاي والسماور في روعة. كان كلش حلو. النرازيل طبعا ايضا لازم. ويا هالقعده الحلوه انتهت جولتنا اليوم، ان شاء الله يا رب عجبتكم، ونبقى على لقاء متجدد دائم، حلقات جديده بغداد واسطنبول وكل مكان ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.